باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. امبارح في الدستور بتاعنا اتكلمنا عن الناس اللي هتشوف ربنا وتشوف أثاره سواء هنا على الأرض أو بعد كده في السماء. وقلنا الآية اللي بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. امبارح اتكلمنا على صفات القلب النقي اللي ممكن يعين ربنا. النهاردة بقى هنتكلم، وبرضو دي مراجعة الحلقة قديمة أنا سجلتها لكم عن نقاوة القلب، كيف أقتني هذا القلب النقي؟ أول حاجة قالها المسيح نفسه. المسيح اللي قال طوبى لأنقياء القلب هو نفس المسيح اللي قال أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى أول حاجة تعلمني النقاوة إن أنا أقعد خاضع تحت الكتاب المقدس، أقرأ فيه وأطبق على نفسي، ودي نفسي لدرجة في كل وصية قريتها وأشوف أنا فين من كلام المسيح. الكتاب المقدس بيغسل، الكتاب المقدس بينقي وبيطهر وبيغير، لدرجة إن في واحد اسمه أثينا غراس من فئة اسمها فئة المدافعين، يعني في عندنا الشهداء وعندنا المعترفين وعندنا حاجة اسمها المدافعين، كان بيدافع عن الإيمان، وقف قدام الإمبراطور وقال له، بيقول له اثبت لي المسيحية دي صح، ما كل الأديان صح أو ممكن كل الأديان تكون غلط. قال أنا هقول لك إثبات واحد. قال له إيه الإثبات ده؟ قال له المملكة الرومانية بتحتل العالم كله، تمام؟ قال له تمام. قال له عاوز أسأل جلالتك سؤال واحد يا إمبراطور، لو لقيت إنسان موجود في سجون المملكة الرومانية اللي في العالم كلها مسيحي وله تهمة دخلته السجن غير ان هو مسيحي، يبقى انت معك حق، لان ولاد ربنا اللي ارتبطوا بوصية ربنا مش ممكن يعرفوا الشر. يبقى الكتاب المقدس عبارة عن روشتة بتعلمني النقاوة، عبارة عن نقاوة بيدهاني ربنا من خلال كلامه. فالإنسان اللي ليه علاقة كل يوم بيحس إن الآية دي بتوبخه، الآية دي بتشجعه، الآية دي بتحسنه، الآية دي كلام ربنا كده ينقي القلب، ينقي القلب. يبقى نمرة واحد الكتاب المقدس. اتنين، الهروب من مصادر الشر. يعني إيه الهروب من مصادر الشر؟ صوروا أنا قاعد في جو فيه دخان سجاير، تفتكروا لما أنا هروح الريحة اللي مسكت في شعر دقني أو اللي مسكت في هدومي هتكون إيه؟ هتكون ريح السجاير. طب لو أنا كنت قاعد في جو فيه بخور هروح البيت ريحتي هتكون إيه؟ طبيعي بخور. يبقى أنا على قد ما أهرب من المكان اللي فيه شر ودايماً أكون في المكان اللي فيه خير، أنا بحافظ على نقاوة القلب. أوعوا تفتكروا الإنسان اللي يفتح عينه ويفتح ودنه لكلام الناس البطال يقدر يحافظ على نقاوة القلب. عشان كده في أب كاهن اسمه الأب إسحاق الإسقيطي قال الإنسان اللي فاتح ودنه وفاتح عينه مش ممكن قلبه يكون نقي. لأن فاتح عينه على مناظر وحشة وسامع بودنه كلام نميمة وكلام إدانة، فلا يمكن يكون نقي القلب حتى لو قال أنا إنسان طيب ونقي القلب. يبقى واحد الكتاب المقدس، اتنين اهرب لو سمحت من الدوائر الوحشة اللي ممكن تلوث قلبك. ثلاثة، التوبة الدائمة. دايما أقول المثل ده، حد فاكوا شاف قطة؟ القطة الحقيقة من الحيوانات النظيفة جدا، طول ما هي قاعدة طول ما هي قاعدة كده تلاقي القطة كده بتلاقي حتة شمس للي مربين قطط في البيت، وتفضل بلسانها تمسك سنتي سنتي من جسمها تمسحه، والحتة اللي ما بتطولهاش زي وشها تروح مبلة ايديها وبايديها تعمل راسها من فوق وعينيها. ايه ده؟ دي نظافة. النظافة عندنا اسمها ايه؟ توبة. انا بتلوث كل يوم غصب عني، نزلت بقى في عادم، بقى في كلام شتيمة سمعته ما كنتش عاوز اسمعه في الشارع، بقى في مناظر وحشة شفتها، ارجع على طول. زي ما الانسان لما بيعرق ويضطرب بياخد دش، انا الدش بتاعي او الحمام بتاعي اسمه واقفة قدام ربنا بقدم فيها توبة. ربنا عارف ان انا وانتم كل يوم قلبنا ممكن يتلوث، لكن قال أنا ممكن أغسلك كل يوم بالتوبة فتبيض وتصير أنصع من التلج. آخر نصيحة، إحنا قلنا ثلاثة كتاب مقدس، اثنين اهرب، ثلاثة التوبة الدايمة. آخر نصيحة أقولها،
أصرخ من ربنا لربنا وقول له ارحمني كعظيم رحمتك. وانت كده تقول ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. قول له يا ربي انا مش عارف اوصل لنقاوة القلب، ممكن انت يا رب تغرسه فيا، بس انا مشتاق له فعلا، هعمل كل اللي تقول لي عليه، بس ارجوك اغرس فيا هذا القلب النقي اللي قلت عنه في حزقيال 36 ان انا هشيل قلب الحجر واعطيكم قلبا لحميا. انا عاوز قلبي نقي يا رب من ايدك انت، اذا ما كنتش عارف انقي قلبي تعالى انت ونقيه. ربنا يديني ويديكم نقاوة القلب. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.